بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ دلوقتي في إلقاء المحاضرة الأولى من الأوينتمنتس باي بروفيسور دكتور أسامة عبد العظيم سليمان، أستاذ ورئيس قسم الصيدلانيات كلية الصيدلة جامعة المنصورة. لما نيجي نعرف الاوينتمنتس هي بنقول عليها they are semi solid preparations intended for external application to the skin or mucous membranes. They may be medicated or non-medicated. بنقول هي عبارة عن تركيبات semi solid مقصودة انها توضع وتستخدم في او على الجلد وهي نوعين، medicated type يعني نوع فيه مادة فعالة، و non-medicated type نوع مفيش فيه مادة فعالة. يبقى أنواعها هنا هي عبارة عن medicated number one و non-medicated number two. نقول تاني، the ointments عبارة عن semi-solid preparations intended for application into the skin where they are medicated or non-medicated. بالنسبة للابليكيشنز بتاعة الاوينتمنت، اولا النوع الاولاني اللي هو non-medicated type او unmedicated ointments are used for physical effects as protectants and or lubricants. معناها ان النوع اللي ما فيش فيه مادة فعالة من المراهم هيستخدم للاستخدامات الطبيعية physical effects، يعني ملوش فيش فيه مادة فعالة، اما نستخدمه كمادة او عبارة عن مستحضر وقائي للجلد او مستحضر نقدر نشحم به بعض الاماكن في الجسم. يبقى unmedicated type of ointments used for physical effects as protectants أو lubricants. protectants يعني وقائي، lubricant يعني مشحن. إن بينما النوع اللي فيه مادة فعالة والmedicated type used for therapeutic effects according to the therapeutic agents which included. يبقى بالنسبة للميديكيتد تايب اوف اوينتمنتس هنستخدمه للغرض الطبي اللي من اجله محطوط فيه مادة معينة، مادة فعالة معينة تستخدم لغرض معين. بمعنى لو في مرض موجود فيه مادة الحساسية استخدمه للحساسية او استخدمه للهرش. لو في مرض في مادة مضادة للروماتيزم هستخدمه للبين كيلر او اسبل بين كيلر، يعني كقاتل للالم، يعني بمعنى تاني انتي ريوماتيك. نقول تاني الاستخدامات بتاعه المراهم، الانميديكيتد تايب يستخدم للفيزيكال افكتس، والميديكيتد تايب يستخدم فور ذا ثيرابيوتيك افشنسي بتاعه الماده الفعاله اللي هي موجوده في هذا المرهم. يبقى ده الابليكيشن بتاع الاوينتمنتس، سواء كان للانميديكيتد تايب اوف اوينتمنتس سواء كان للميديكيتد تايب اوف اوينتمنتس. نبص على حاجه تانية في الاوينتمنتس اللي هي الاوينتمنتس بيزس، يعني القواعد بتاعه المراهم. طبقا لليو اس بي، اليو اس بي معناها United States of Pharmacopoeia، يعني دستور الأدوية الأمريكي. قسم هذا الدستور أنواع البيزس of ointments إلى أربع أنواع: oleaginous basis نوع قواعد دهنية، وabsorption basis قواعد امتصاص، ووتر removable basis قواعد تزال بالمياه، ووتر سوليبل بيزس قواعد قابلة للذوبان في المية.
نقول تاني الاينتمنت بيزس هيدروكربون اور اوليجينس بيزس يعني قواعد دهنيه او هيدروكربونيه. النوع الثاني ابسوربشن بيزس قواعد امتصاص اي قادره على امتصاص جزء معين من الميه خلالها او فيها. النوع الثالث ووتر ريموفابل بيزس يعني قواعد تزال بالمياه يعني لما تحط عليها ميه المياه دي تغسلها او تشيلها او تزيلها. النوع الرابع والاخير من الاوينتمنت بيزس هو ووتر سوليبل بيزس يعني انواع بتدوب في المياه من قواعد المراهم. اربع انواع من قواعد المراهم. عشان نختار نوع مناسب من الاوينتمنت بيزس يعني selection of an appropriate type of basis هو اختيار نوع مناسب من قواعد المراهم بيعتمد على عدة عوامل. اختيار نوع معين من الointment basis لتركيبة معينة متوقف على عدة عوامل. أول حاجة desired release rate of the drug from ointment basis يعني النوع معدل انطلاق الدواء من القاعدة بتاعة المرهم. هل هو مطلوب يبقى معدل سريع فهستخدم قاعدة معينة؟ هل هو معدل انطلاق متوسط هستخدم قاعدة أخرى؟ هل هو معدل طويل المدى فهستخدم قاعدة أخرى؟ يبقى أول عامل بيأثر لي على اختيار نوع معين من الointment basis according to the type of drugs which incorporate هو دراسة أو الرغبة في أو معرفة معدل انطلاق الدواء من تلك القاعدة. في قواعد بتدي معدل انطلاق سريع وفي قواعد بتدي معدل انطلاق متوسط وفي قواعد بتدي معدل انطلاق طويل المدى. الفاكتور رقم 2 هو الهدف من استخدام المرهم. هل هو مستخدم لانه يدي مفعول موضعي وفقط يعني for the topical use ولا هو مطلوب يوضع على الجلد عشان يدي معدل امتصاص للداخل الأنسجة أو الأوعية الدموية وبالتالي له systemic effect يعني أثر علاجي شامل لكل أعضاء الجسم يعني يخش الدواء منه إلى blood circulation ويدي مفعول زي مضادات الروماتيزم مراهم التي تستخدم في علاج الروماتيزم مش موضعي. يبقى ده نوع اسمه percutaneous absorption. يبقى في topical absorption ألا وهو امتصاص الدواء في موضعه وإعطاء مفعول في موضعه. وفي نوع آخر من الامتصاص هو percutaneous absorption امتصاص الدواء عشان يديني له systemic effect. systemic effect. الفاكتور رقم 3 desirability of occlusion يعني هل انت عايز تحجز المية في الجلد وتحافظ عليها وبالتالي هتخلي الجلد طري ولا مفيش مغزى من استخدام المرهم من ناحية الاوكلوجن of water content of the skin ولا انت حطه خلاص كده. بمعنى تاني هل انت حطه بغرض انه يحجز المية بتاعت الجلد ولا انت حطه عشان شغل الدواء اللي فيه. يبقى الهل هو الاوكلوجن ثالث فاكتور. الديزايرابيليتي اوف اوكلوجن اوف موتشر فروم ذا سكن الا وهي الرغبه في حجز الميه او ان المرهم بيعمل طبقه عشان تحجز الميه وتمنع تبخيرها من الجلد وبالتالي بيحافظ على نضاره الجلد او ملوش استخدام من الناحيه دي بالظبط يعني. ده الفاكتور رقم 3. الفاكتور رقم 4 بنختار البيزس اوف اوينتمنت اكوردنج تو دي ستابيليتي. هل انت عايز الدواء يفضل ثابت فيه لفتره طويله من الزمن
ولا عايز مش دي النقطة دي مش كريتيكال بالنسبة لك، انت عايز تحضر مرهم وبس. يبقى الاستابيليتي اوف ذا دراج ان ذا اوينتمنت، افهم من كده ان في انواع من البيزز بتحافظ على الاستابيليتي اوف ذا دراج، وفي انواع ما بتحافظش على الاستابيليتي اوف ذا دراج. الفاكتور اللي بعده هو تأثير الدواء على قوام البيز. في أدوية لما تحطها على المراهم تسيلها أو تطريها، وفي أدوية تانية لما تتحط في قواعد معينة من المراهم تجمدها، يعني تزود الهاردنس بتاعها، تزود الكونسيستنسي بتاعها. يبقى بالتالي طبقا لي اللي هو نوعية الدواء، يبقى بالتالي هنستخدم نوع معين من البيزس. ده الفاكتور رقم 5. الفاكتور رقم 6، هل انت عايز لما تستخدم المرهم بمجرد ما تحط عليه ميه يتشال ولا لا؟ فبالتالي هستخدم موتر ريموفابل بيز، ولا عايز ما يتغسلش وبالتالي هستخدم هيدروكربون بيز؟ يبقى الديزاير فور ايبيز ايزلي ريموفد باي واشنج ويز ووتر من عدمه. يبقى الفاكتور رقم 6 هو انت عايز المرهم بعد ما تستخدمه يتغسل بسهولة ولا بصعوبة؟ ده كل المعنى. الفاكتور رقم 7، الكاركترستكس اوف ذا سيرفيس تو ويتش ات از ابلايد، نوعية السطح اللي انت هتحط عليه المرهم. هل هو مشقق؟ هل هو طري؟ هل هو سليم؟ وهكذا يعني. يبقى الفاكتور رقم 7، النيتشر اوف ذا سكن باي يوزنج سيرتن تايب اوف اوينتمنت بيزس، يعني دراسه طبيعه الجلد اللي انت هتحط عليه المراهم. يبقى دولت السبع عوامل اللي بيأثروا لي على اختياري لنوعيه البيزس. اول نوع قلناه هو الاولياجينوس بيزس، لا اسم تاني هيدروكربون بيزس. هيدروكربون بيزس وده عباره عن فاتي بيز، لا اسم ثالث. ايه صفات الاولياجينوس بيزس او قاعده المرهم الهيدروكربونيه او الدهنيه؟ اولا هي لها تاثير ملطف للجلد، they have an emollient effect on the skin، لا تأثير مرطب للجلد. الصفة الثانية reduce the moisture escape، بتحافظ على الووتر كونتنت بتاعت الجلد، فبتقلل لدرجة كبيرة تبخيره، وبالتالي بتخلي الجلد نضر وطري محافظ على، طالما المية ما اتبخرتش يبقى الجلد طري، المية طارت يبقى أنت الجلد لازم يشقق. الصفة الثالثة they are immiscible with water، يعني هي لا تمتزج بالمية. الهيدروكربون اوينتمنت بيزس immiscible with water، وبالتالي لا تمتزج بالمية، وبالتالي ما هياش بتزال باستخدام المية، بتزال باستخدام المية. يبقى دول الثلاث صفات بتوع بيزس. الصفة الرابعة لمين؟ للهيدروكربون بيز أو الأولياجينوس بيز أو الفاتي بيز، difficult to be washed off، يعني صعبة الغسيل بالمية، يعني بتلبط. الصفة اللي بعدها they can contain on أو remain on the skin for long period of time without drying out، يبقى لما تحطها هتقعد على الجلد فترة طويلة لأنها أصلا ما المية ما بتأثرش فيها، ولأنها لا تمتزج بالمية وبالتالي بتقعد على الجلد فترة طويلة وتحافظ على نضارة الجلد بدون ما تنشف. يبقى دي الصفة اللي بعدها remain on the skin for long time، بتفضل على الجلد فترة طويلة لأن المية ما بتأثرش عليها وبالتالي ما بتنشفش. الصفة اللي بعد كده water and aqueous preparation may be incorporated but only in small amounts and with some difficulty،
احنا بنتكلم دلوقتي على هيدروكربون بيز، يعني نون بولار بيز، يعني فاتي بيز، يعني اويلي بيز، اولياجينس بيز. كل الكلام ده معناه ان اي مستحضر مائي هينضاف بس بكميه قليله جدا 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 جدا. يبقى انواع المستحضرات المائيه غير قابله لامتزاج مع هذه النوعيه من الاونتمنت بيزس. الصفه اللي بعد كده، الادويه اللي هي مطحونه كويس قوي 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 ممكن تضاف الى هذه القواعد بس باستخدام ليفيجيتنج ايجنت، يعني ماده تساعد على الامتزاج بباقي الاوينتمنت بيزز، زي ايه؟ زي الليكويد بارافين، وزي جزء من البيز انا عامل له ميلتنج وبالتالي انا بستخدمه في الليفيجيشن، انا بستخدمه في الليفيجيشن. يبقى الباودر ذا سبستانس او دراجز كان بي ادد ويز ايد اوف ليفيجيتنج ايجنت زي الليكويد بارافين او بارت من الميلتد فاتي بيز، يا اما ده يا اما ده. اكزامبل اوف اوينتمنت بيزز، اول حاجه البترولاتم، امثله بقى للقواعد الدهنية. أول حاجة البترولاتم له اسم تاني الفازلين، وده تبع اليو اس بي، النوع التاني من الأوليوجينس بيز. هوايد بترولاتم برضك تبع اليو اس بي، نوع من الفازلين اسمه الفازلين الأبيض. بيستخدم أيضا كأوينتمنت بيزس هيدروكربون. تالت حاجة من التايبس اوف اولياجينس بيزس اليلو اينتمنت، اي المراهم الصفراء برضك، وده تبع الفارماكوبيا الامريكي. رابع نوع الوايت اينتمنت، المراهم البيضاء، الوايت اينتمنت المراهم البيضاء، وده تبع برضك اليو اس بي. يبقى اربع انواع على سبيل المثال belonging to the hydrocarbon basis او النون بولر basis او البولر الوجينس بيزس او الهيدروكربون بيزس او كل الكلام ده معناها قواعد دهنيه. اربع انواع: بترولاتم، هوايت بترولاتم، يلو اوينتمنت، وهوايت اوينتمنت. البترولاتم اول نوع من اللي هو الهيدروكربون بيزس، ده عبارة عن خليط من مواد هيدروكربونية سيمي سوليد، يعني نصف صلبة، obtained from petroleum، ودي جاي من مشتقات البترول. يبقى البترولاتم اللي هو الفازلين ده خليط من، خليط نقي من سيمي سوليد هيدروكربونز، من مواد هيدروكربونية نصف صلبة بنحصل عليها من مشتقات البترول. ده أول صفة. تاني صفة للبترولاتم هو أويلي بيز، فارينج إن كولر، تختلف في درجة اللون من اللون المصفر إلى اللون الأصفر كناريا، اللون الأصفر الغامق يعني. يبقى هي تتراوح لونها من مصفر إلى أصفر كناريا. درجة انصهارها 38 إلى 60 درجة مئوية. يبقى الميلتنج بوينت بتاعتها from 38 to 60 degree centigrade. ممكن تستخدم لوحدها كقاعدة للمراهم وممكن مع إضافات أخرى لغرض معين. يبقى هي ممكن يوز ذا ألون لوحدها أو in combination مع مواد تانية أخرى. هو معروف باليلو بترولاتم او البتروليوم جيلي، يعني معروف بالفازلين الاصفر، معروف بالفازلين الاصفر. الكوميرشال برودكت بتاعه هو الفازلين، يعني تجاريا معروف بالفازلين. يبقى ده اتكلمنا على اول نوع من الاولياجينس بيزس هي البترولاتم، وقلنا الصفات المختلفة بتاعته.
تاني نوع من الأوليجينس بيزس الوايت بترولاتم، وايت بترولاتم according to USB طبقا لدستور الأدوية الأمريكي. برضك هو عبارة عن خليط نقي من سيمي سوليد هيدروكربونز، هو معمول له ديكولاريزيشن يعني متشال اللون بتاعه يا كليا يا جزئيا، يا كليا يا هولي يا نيرلي. يبقى نقول تاني تعريف الوايت بترولاتم according to USB، هو بيورفايد ميكتشر اوف سيمي سوليد هيدروكربونز، وهو اساسا معمول له ديكولاريزيشن هولي كومبليتلي يعني او نيرلي بارشيالي يعني، يبقى مزال لونه كليا او جزئيا. تاني حاجة هو يستخدم في نفس الغرض اللي استخدمنا فيه البترولاتم او الفازلين، يبقى نفس الاستخدامات دي ممكن نحطها هنا نفس الاستخدامات. هو معروف بالوايت بتروليوم جيلي، جيلي يعني مستحضر هلامي تبع الاويلي بيزس، تبع الاويلي بيزس. الكوميرشال نيم بتاعه اللي هو المستحضر التجاري بتاعه هو عبارة عن الهوايت فازلين، الفازلين الأبيض، الفازلين الأبيض. يبقى ده تاني نوع من أنواع الهوليجينس بيدس، وهي الهوايت بترولاتم. النوع الأولاني كان بترولاتم عادي، النوع الثاني هوايت بترولاتم. النوع الثالث من الهوليجينس بيدس أو الهيدروكربون بيدس أو الأويلي بيدس هي اليلو أوينتمنت، اليلو أوينتمنت. دلوقتي في تركيبة قدامنا هيت هتستخدم لتحضير 1000 جرام يعني كيلو من اليلو اوينتمنت. المادة الأولى منها يلو واكس شمع أصفر، المادة الثانية 50 جرام، المادة الثانية بترولاتم 950 جرام، لما تيجي سعادتك تجمعهم تلاقيهم 1000 جرام يعني كيلو. يبقى ده صف اهوت اهو التركيبة، اليلو واكس والبترولاتم 50 إلى 950 يبقى 1000. اليلو واكس اللي هو الشمع الأصفر جاي منين؟ جاي من خلايا النحل، خلايا النحل. وده بنحضره عن طريق ايه بقى؟ This is prepared by melting the yellow wax on a water bath adding the petrolatum until congeal. التركيبة دي هنحضرها ازاي؟ عندي اهوت مادة يلو واكس صلبة، سوليد ماتيريال، سوليد فاتي ماتيريال اللي هو يلو واكس. هنعمل له انصهار الاول على ووتر باس حمام مائي عند درجة حرارة حنينة، لما ينصهر اضيف عليه الفازلين. ودايما كده علميا ان المادة السوليد الاول بتوضع يليها السيمي سوليد يليها الليكويد، ده سيستماتيكالي يعني على طول زمن. يبقى نحضر التركيبة تاني، بص اللي بعينيك اللي هو المادة الصفراء، اللي المادة الصفراء الصلبة نحطها الأول تنصهر على الووتر باس، وبعدين نضيف بعدها الفازلين اللي هو سيمي سوليد دراج أو سيمي سوليد ماتيريال آسف. وده برضه بيسموه السيمبل أوينتمنت. يبقى لما سعادتك تلاقي حاجة اسمها سيمبل أوينتمنت يبقى ده اليلو أوينتمنت، لو مكون من يلو واكس وبترولاتم. It has slightly greater viscosity than plain petrolatum. وده اللي ده الصفة اللي هنا بيقول لي ان اللزوجة بتاعته اعلى شوية من الفازلين العادي، وده بسبب وجود اليلو واكس، بسبب وجود اليلو واكس. النوع الرابع والاخير من الهيدروكربون بيزس هو الوايت اوينتمنت. يبقى خدنا البترولاتم وايت بترولاتم، اليلو اوينتمنت الوايت اوينتمنت اخر حاجه اكوردنج تو يو اس بي برضك. ذس اوبتند ديفر از ذس اوينتمنت ديفرز فروم يلو اوينتمنت، ان انا ده لونه ابيض وده لونه مصفر، ده لونه ابيض ده لونه يلو يعني لان كان عليه يلو واكس شمع اصفر، شمع اصفر. يبقى ده النوع الرابع والاخير من الاولياجينس بيدس. هقول تاني، هو من بترولاتم، الانواع الاربعه بترولاتم
وايت بترولاتم، وايت اوينتمنت، يلو اوينتمنت. ده اول نوع كان الاولياجينس بيلز. طيب نخش على النوع الثاني اللي هي الابسوربشن بيزس. القاعده الامتصاصيه معناها ان هي بتمتص كميه معينه من الميه، ودي فايدتها ايه بقى؟ لو انت عندك بيز والدكتور كاتب لك دواء اقوس يعني او ميه، مش هتقدر لا يمكن تضيف الميه او الدواء المائي اقوس دراج سوليوشن على الاولياجينس بيزس بدون اسيستنت. الاسيستنت اللي هنا هو الابسوربشن بيز. يبقى this may be used as emollient لوحدها كده تشتغل كملطف للجلد. كملطف للجلد. They are not easily removed from the skin. مش بسهولة تطلع من الجلد أو تتغسل من على الجلد أو تتشال من على الجلد with water. Because the external face of the emulsion is oleaginous، لأن السطح الخارجي أو الفيس الخارجي لهذه القاعدة هي دهنية، وبالتالي صعبة إن هي تزال من على الجلد باستخدام كمية من المية. يبقى ده الصفة التانية. They are useful as pharmaceutical adjuncts to incorporate a small volume of aqueous solution into hydrocarbon base. ودي الفائدة الأساسية اللي فيها زي ما قلنا من دقايق، هي السماح للدواء المائي للإضافة إلى القاعدة الدهنية. يعني بتشتغل كوسيط، كوسيط بتلم المواد على بعضها، بتلم المواد على بعضها. الأبسوربشن بيدس ار اوف تو تايبس، يعني نوعين من القواعد الامتصاص، نوعين من قواعد الامتصاص. أول نوع those that permit the incorporation of aqueous solution resulting in the formation of water in oil emulsion. النوع منها بيسمح بإضافة كمية من المية والمنتج اللي عندي في النهاية هيبقى emulsion مستحلب water in oil. برضك قد انت شايف بعينيك هو ان الوسط الخارجي oily دهني، ولذلك لن يزال بسهولة بالمية. زي مين؟ زي الهيدروفيليك بترولاتم. يبقى النوع من هنا، أول نوع من أنواع الأبسوربشن بيدس، هو نوع بيسمح بإضافة كمية من المية وبعد إضافة المية تتحول إلى إمالشن ووتر إن أويل إمالشن، زي الهيدروفيليك بترولاتم اللي هو الفازلين المحب للمياه. برضك شفنا بعينينا ان الوسط الخارجي بتاع هذا الامالشن هو اويلي. طيب دوس النوع الثاني. النوع الثاني لما هو عباره عن امالشن ووتر ان اويل، بيسمح باضافه زياده من الدواء المائي او الميه زي اللانولين. يبقى النوع الثاني هو نوع من الامالشن ووتر ان اويل، وهو allow for the increase of excess او increase the added amount of water والaddition quantities of aqua solution او المية، وزي المثال بتاعنا اللانولين. يبقى النوع الاولاني ما كانش امالشن خالص، يسمح باضافة المية زي الهيدروفيليك بترولاتم. النوع الثاني هو عبارة عن امالشن ووتر ان اويل، بيسمح باضافة زيادة من المية او زيادة اقوى زراد، وبالتالي هيبقى مش هتغير من الصفات بتاعته. يبقى النوع الاولاني ما كانش امالشن خالص، سمح باضافة مية. النوع التاني كان امالشن، سمح بالزيادة اضافة زيادة من المية. يبقى two types of absorption beads. المثال بتاعنا هيدروفيليك بترولاتم، والنوع الثاني اللانولين اللي هو كان امالشن في البدايه وسمح باضافه زياده من الميه. دوت لما نرجع تاني هنا كوليسترول سوليد، استرايل الكحول سوليد، وايت بيس واكس سوليد، الوايت بترولاتم سيمي سوليد. يبقى نشوف طريقه التحضير كده كالقاعده العامه، زي القاعده العامه بتاعتي.
اولا عندي ستيرايل الكحول ده سوليد، وعندي الوايت بيس واكس سوليد، هنضيف او هنحطه على ووتر باس او ستيم باس، هنحطه على حمام بخار. يبقى نبدأ بالمادة السوليد الاول نسيحها او نصهرها يعني، وبعدين تاني خطوة هو اضافة الكوليسترول مع التقليب until dissolved، اضافة الكوليسترول المادة اللي بعدها على الملتد فاتي بيز. الحاجة الرابعة هي اضافة بقى السيمي سوليد، اضافة الايه الوايت بتروليتم and allowing the mixture to cool while steering until congealed. احنا عملنا انصهار للمادة السوليد، وبعدين هنبدأ نضيف المادة السيمي سوليد اللي هو الوايت بتروليتم على البيز المنصهرة، وبعدين نتنين نقلب لغاية التركيبة ما تجمد until congealing. congealing يعني solidification يعني تجمد يعني. في النهاية مضمونة هذه القاعدة الهيدروفيلك بترولاتم هي تقدر تمتص ثلاث مرات قد وزنها مية، يبقى it has the capacity to absorb up to 3 times its weight in water أو from water and useful to help incorporate water soluble drug زي توبراميسين سلفيد. وهنا الفايدة بتاعتها إن هي بتسمح بإضافة الدواء المائي أو القابل للذوبان في الماء، يعني ما هياش متعجرفة، يعني هي بتسمح بإضافة الأكواس دراج أو الأكواس سوليوشن أو الووتر نفسها يبقى الخلاصة إن هذه القاعدة للهيدروفيليك بترولاتم able to absorb 3 times its weight from water، كمان مفيدة في إضافة أو السماح لإضافة أدوية تذوب في المية زي التبرا مايسين سلفيت، وده أنتي بيوتيك مضاد حيوي يعني أنتي بيوتيك. يبقى ده طالما شايف هو سولت يبقى ده ووتر سوليبل دراج، يبقى ده هنقدر نضيفه على تلك القاعدة، ده الوايت بترولاتم. تاني قاعدة ده الهيدروفيليك بترولاتم. تاني حاجة من absorption بيدس اللانولين انهيدروس لانولين تبع اليو اس بي برضه وده obtained from the wool of sheep، بنحصل عليه من الغنم. الصفة التانية it is purified wax like substance that has been cleaned, decolorized and deodorized، يعني عبارة عن مستخلص من الغنم كمان منظفينه وكمان عاملين له إزالة للباد أودر وإزالة للباد كلر، يعني إزالة للون والرائحة الكريهتين ومنظفينه كمان يعني. contains not more than 0.25% of water، يعني فيه لا يزيد عن ربع في المية مية، يبقى ده اللانولين ربع في المية مية 0.25% of water. نقول تاني صفات اللانولين absorption base هو جاي من الشيب، والحاجة التانية highly cleaned أو highly purified، وبعدين معمل له deodorization متشال الريحة الكريهة، وبعدين متشال منه اللون الكريم. الصفة التالتة هو في مية لا تتجاوز ربع في المية من المية. الصفة اللي بعد كده additional water may be incorporated into lanolin by mixing، يعني ممكن بيقول الراجل ممكن نضيف له مية أزيد عن كده الصفة اللي بعد كده الموديفايد لانولين تبع اليو اس بي از لانولين بروسيد تو ريديوز ذا كونتنتس اوف ذا فري لانولين الكحولز اند اني ديترجنت اند بيستسايد ريزيديوز. يبقى اللانولين المعدل يبقى في حاجة اسمها موديفايد لانولين، ده هو لانولين عادي بس احنا شايلين منه الاكسس الكحولز وشايلين منه اي ديترجنت يعني اي
سيرفيس اكتيف ايجنت، ده من هذا اللانولين، فبقى اسمه الجديد موديفايد لانولين، موديفايد لانولين اكوردنج تو يو اس بي. تالت نوع من الابسوربشن بيدس الووتر ريموفابل، لا تالت نوع من القواعد العامة للمرام هو كان اول نوع اولياجينس بيدس، وده ادينا له اكزامبلز. تاني نوع كانت الابسوربشن بيدس، تالت نوع هي الووتر ريموفابل بيدس، وهي اويل ان ووتر ايمالشن ريزمبلينج كريمز، يعني نوع من انواع الكريمات الايمالشن فيها اويل ان ووتر، نوع الايمالشن فيها اويل ان ووتر ايمالشن زي او الصفات بتاعتها. ده النوع الثالث من القواعد العامة للمرايم ووتر ريموفابل بيزس، يعني قواعد تزال بالمياه، وهي عبارة عن اويل ان ووتر ايمالشن. وده الصفات بتاعتها هي اول حاجة they are easily washed from the skin، سهلة الإزالة بالمية، سهلة الإزالة بالمية، يعني ممكن تتغسل بالمية بمنتهى السهولة. تاني صفة لها زي maybe diluted with water or aqueous solution، ممكن نخففها بمية أو ممكن نضيف عليها مية أو ممكن نضيف عليها aqueous drugs أو aqueous solutions، نضيف عليها محاليل مائية، محاليل مائية. مثال بتاعنا هي عبارة عن هيدرو، أول مثال حسب اليو اس بي برضك الهيدروفيليك اوينتمنت، أول مادة الميثايل بارابين والبروبايل بارابين 25 من 100 في الألف و 15 من 100 في الألف. تاني مادة صوديوم لورايل سلفيت، هذا السيرفيس اكتيف ايجنت بتاعي 10 في الألف صوديوم لورايل سلفيت. تالت مادة بروبايلين جلايكول، بروبايلين جلايكول 120 في الألف يعني 12%. تالت مادة السيرايل الكحول، ده الكحول دوني صلب. المادة اللي بعدها وايت بترولاتم، المادة اللي بعدها وايت بترولاتم فازلين أبيض. المادة اللي بعدها بيروفايد ووتر يعني 370 في الألف يعني 37%. يبقى دي التركيبة بتاعت الايه الهيدروفيليك اوينتمنت اللي هو نوع الووتر ريموفابل بيزس، ميثايل بارابين وبروبايل بارابين كمادة حافظة، صوديوم لورايل سلفيت كمادة فعالة سطحيا، بروبايلين جلايكول واسترايل الكحول وهوايد بترولاتم، وبعدين اخر مادة عندنا البيوريفايد ووتر. البيوريفايد ووتر يبقى ده التركيبة بتاعت الهيدروفيليك اوينتمنت as an example for water removable base. نيجي لطريقة التحضير، عندنا هنبدأ نضيف المواد الصلبة الأول السيرايل الكحول، نعمل له انصهار، وبعدين نضيف عليه الفازلين كسيمي سوليد، وبعدين ار ميلت توجذر ات اباوت 75 درجه مئويه، هنسخنه لغايه 75 درجه مئويه. The other agents dissolved in the purified water، باقي المواد اللي هو عندنا البروبايلين جلايكول والبارابين ديريفاتيفز سواء كانت ميثايل ولا بروبايل، دولت هنداوبهم في الميه، are added with steering until the mixture congealed. هنبدأ نضيفهم سخنين على الميلتد بيز، هنبدأ نضيفهم سخنين على الميلتد بيز، وكمان كنا ضايفين عليهم الصوديوم لورايل سلفيت از انيمالسيفاينج ايجنت، يبقى هو اللي هو المادة اللي عندنا الميثايل اند بروبايل بارابينز، الصوديوم لورايل سلفيت، البروبايين جلايكول هينضافوا للمية ويتسخنوا نفس التمبريتشر بتاعة الميلتد فاتي بيز، وبعدين اللي هنا نبدا نقسم او نشوف استخدامات المواد دي. صوديوم لورايل سلفيت ده ايمالسيفاينج ايجنت فورمينج اويل ان ووتر ايمالشن وذ السيرايل الكحول اند وايت بترولاتم كونستيتيوتنج ذا اولياجينس فيز اوف ايمالشن.
طيب الميثايل اند بروبايل بارابين ار يوزد از انتي مايكروبيال بريزرفتيفز، مواد حافظه، انتي بكتيريال ايجنتس، مواد حافظه لهذه التركيبه. رابع نوع عندنا من البيزس الجنرال بتاعه الاوينتمنتس هي الووتر سوليبل بيزس نوت كونتين اولياجينس كومبوننتس، فيش فيها اي ماده دهنيه. ووتر سوليبل بيزس، الووتر سوليبل بيزس دي داز نوت كونتين اني اولياجينس او هيدروكربون كومبوننتس. الصفات بتاعتها they are ووتر سوليبل بيزس، ووتر سوليبل بيزس من الاسم نفسه كل المواد دي بتدوب في الميه. They are completely water washable and greaseless، يعني ليس لها ملمس دهني، وكمان تتغسل بالميه، تتغسل بالميه. يبقى they are completely water removable او washable and greaseless، ملهاش ملمس دهني. تاني صفه they soften greatly with the addition of water، بتطرى بإضافة مية. So large amounts of aqua solution are not effectively incorporated into these bases، وبالتالي غير مستحب لإضافة كميات كبيرة. خلي بالك من كبيرة دي، large amounts، large amounts of aqua solution are not effectively incorporated into these bases. وليه بقى ما نقدرش نضيف كميات كبيرة من المية أو المحاليل المائية لهذه التركيبة؟ لأنها بتطريها جامد أزيد من اللازم، لأنها بتطريها زيادة أزيد من اللازم. وبعدين نقدر طالما هي طرية كده نقدر نستخدمها في إضافة أدوية أو مواد صلبة عشان تجمدها شوية. They are used for incorporation of the solid substances. They are used for incorporation of solid substances. وبالتالي نقدر نستغلها في إضافة الأدوية الصلبة لتلك القاعدة طالما هي بالصورة دي. يبقى خلي بالك من صفة مهمة، لا يمكن أو غير مستحب إنك تضيف كمية كبيرة من المية، وبعدين وبالتالي ممكن استخدامها في إضافة أدوية صلبة. Examples اللي هو البولي إيثيلين جلايكول أوينتمنت ناشونال فورمولاري البي إي جي، بي إي جي، بي إي جي البولي إيثيلين جلايكول اللي هو البي إي جي ناشونال فورمولاري. It is a polymer of ethylene oxide and water represented by the formula HOCH2CH2NOH in which the N represents the average number of oxyethylene groups. هو دلوقتي الووتر ابسوربابل بيزس زي البي اي جي، مرهم البي اي جي تبع الناشونال فورمولاري، وده قلنا الصفات بتاعته غير مستحب انك تضيف له ميه كتيره لانه بالطريقه، وغير ممكن يستغل في اضافه الادويه الصلبه لانه هينشف او هيجمد شويه باضافه الادويه الصلبه. مثال بتاعنا هو البي اي جي اوينتمنت. البي اي جيز هنا having average molecular weight below 600 are clear colorless liquid. نيجي نفنط البي اي جي. البي اي جي الوزن الجزيئي بتاعه اقل من 600 هو شفاف، سوائل شفافه عديمه اللون. يبقى اللي اقل من 600 سوائل، يعني مثلا 300 او 400. الحاجه الثانيه الجريد الثاني من البي اي جي، those with molecular weight above 1000 are wax like white materials، يعني هو عبارة عن شمع، شمع. يبقى البي جي اللي ليها molecular weight أكتر من 1000 شمعي زي ال 1540. يبقى أقل من 600 سائل، فوق ال 1000 واكسي شمعي. بينما those with molecular weight in between are semi solid اللي هو ما بين ال 300 او 400 وال 1000، ده ايه؟ عباره عن ايه؟ انه semi solid. ال 3000 4000 6000 solid، يبقى اقل من 600 و 1000 وان between و 3000 فما فوق ده solid بي اي جي.
the greater the molecular weight, the greater the viscosity. كل ما يزيد المولكولار ويت بتاعت البي جي تزيد اللزوجه بتاعته. يعني 600 اكتر لزوجه من 400 اكتر لزوجه من 300. والناشونال فورمولا لستس ذا فيسكوستي بي جيز رينجينج فروم افريج مولكولار ويت من 200 الى 8000. من 200 وزن جزيئي ده من 200 الى 8000 ده الافريج او رينج اوف مولكولار ويتس. الرينج اوف ذا مولكولار ويتس من 200 الى 8000 ده النوع الرابع من البيزس جنرال بيزس اوف اوينتمنتس. جنرال بيزس اوف اوينتمنتس نشوف التركيبه دي كده. جنرال فورمولا فور بريبيرنج اوف 1000 جرام بي اي جي اوينتمنت. نيجي نبص على التركيبه. بي جي 3350 400 جرام ده سوليد. البي جي 400 ده ليكويد وانت مغمض. تلم الاثنين على بعضهم اهوت كومبايننج بي جي 3350 سوليد مع البي جي 400 اللي هو ليكويد ريزلت ان فيري بلايبل سيمي سوليد اوينتمنت. هتحضر تركيبه لطيفه وظريفه كده لها قوام سيمي سوليد. لا هي صلبه ولا هي سائله. لا هي صلبه ولا هي سائله. يبقى انك ضفت ماده بي جي سوليد وماده بي جي ليكويد بنسب مختلفه تقدر تحصل على سيمي سوليد اينتمنت. اف فيرمر اينتمنت از ديزايرد. لو انت عايز حاجه بي جي مره صلب اكثر صلابه الفورمولا may be altered to contain up to equal parts of the two ingredients. لو عايز تزود الصلابه بتاعت المرهم ديت خلي النسبتين 3350 وال 400 بكميات متساويه. دي قد دي بالظبط هتحصل على مور هارد اوينتمنت. يبقى نقول تاني ان انت لو عايز تحضر بي اي جي مرهم اكثر صلابه خلي الكميتين سواء كان البي اي جي سوليد قد بالظبط البي اي جي الليكويد. طيب هو ان اقوى سوليوشن ار تو بي انكوربوريتد انتو ذا بيز السبستيتيوشن اوف. لما انت تكون عايز تضيف ادويه سائله مائيه سبستيتيوشن اوف 50 جرام من البي اي جي 3350 with an equal amount of sterile alcohol is advantageous in rendering the final product firmer. لو عايز تضيف أدوية مائية سائلة هتشيل 50 جرام من ال 3350 معناها تضيف 3300 تضيف اللي هو البي جي 3350 ده هتقلل 50 جرام من ال 1000 وتحل محلهم بالسترايل الكحول هتديك اوينتمنت مور هارد مور فيرم يعني اكثر صلابه لان انت عايز تضيف ادويه مائيه سائله فدي بتطريها فانت تعوض الكلام ده بالسترايل الكحول انجريدينت. طيب تحضير المراهم تحضير او البريبريشن اوف ذا اوينتمنت. يبقى خلصنا دلوقتي اللي هو انواع البيزس انواع البيزس اربع انواع من البيزس. يبقى طريقه التحضير بطريقتي باي تو جنرال ميثودز ديبندنج اون ذا نيتشر اوف ذا انجريدينتس. اول طريقه هي طريقه التحضير المراهم بالانكوربوريشن تاني طريقه هي الفيوشن ميثود. يبقى طريقتين can be followed to prepare the ointments ألا وهما الانكوربوريشن والطريقة الثانية هي الفيوشن ميثود. يبقى الطريقة الأولانية بتاعة التحضير طريقة الانكوربوريشن يعني الإضافة يعني components are mixed until uniform preparation is attained. بنضيف او بنحضر المراهم عن طريق الفيرست ميثود اللي هي الانكوربوريشن باربع طرق تقريبا يعني. يبقى اضافه لتحضير المراهم with او by using incorporation method can be done by four methods.
اول طريقه باستخدام المورتر والبستل، يعني اول طريقه باستخدام الهون وايد الهون. تاني طريقه باستخدام الاسباتولا والسلاب. السلاب دي عباره عن بلاطه بتحط عليها الباودر، بتحط عليها الليفيجيتنج ايجنت، وبالاسباتولا كده بتقلب يمين وشمال لغايه ما يحصل فيه كومبليت امبيبشن للماده الليفيجيتنج ديت لخلال البودره، فبالتالي كلها عشان لما تيجي تنضاف الى باقي البيز ما يحصلش سيباريشن. يبقى اول طريقه نقول مع بعض تاني هو طريقه الهون والبيستد. تاني طريقه طريقه الايه الاسباتولا والسلاب. الاسباتولا والسلاب او باي يوزنج مورتر اند بيسل. الطريقه الثانيه باي اسباتولا مي بي يوزد تو رب ذا انجريدينتس توجذر تو ان اوينتمنت سلاب لارج جلاس او بورسلين بليت، يعني لوح ازاز كبير او لوح بورسلين كبير، بلاطه يعني، بلاطه يعني. يبقى دول الطريقتين للانكوربوريشن. الطريقه الثالثه باستخدام مطحنه مراهم، يعني كل ده الاوينتمنت مل، اوينتمنت مل يعني اوينتمنت مل مطحنه، ودي شغاله بالكهرباء طبعا. الطريقة الرابعة والأخيرة للإنكوربوريشن ميثود اللي هي إيه بقى؟ بنجيب بلاستيك أوينتمنت جار، يعني برطمان لتحضير المراهم بلاستيك، وول إنجريدينتس ماست بي بليسد إن ذات جار، يعني نحط جميع الكيماويات اللازمة لتحضير المراهم في هذا الجار، وبعدين الجار بينزل فيه بليد أو شافت، يعني بليد او شافت، ميكسنج بليد، ميكسنج شافت سيان يعني، ونبدا نتحكم في الدوران بتاع هذا الشافت، يعني مانيوالي، مانيوالي بالايد يعني، او بالكمبيوتر، او بالكمبيوتر، يبقى اما مانيوالي او باي كمبيوتر. يبقى اخر طريقه ده نجيب بلاستيك اوينتمنت جار ونضيف كل الانجريدينتس فيه، نازل فيه بليد، ميكسنج بليد او ميكسنج شافت، هنتحكم في طريقة التقليب بتاع الشافت ده اما مانيوالي او اما باي كمبيوتر. يبقى عندي دلوقتي اربع طرق لتحضير المراهم بالانكوربوريشن. اول حاجة المورتر والبستل، تاني حاجة اسباتولا وسلاب، تالت حاجة اوينتمنت ميل، رابع حاجة بلاستيك اوينتمنت جار، وميكسنج بليد. ميكسنج بليد كل دولت أربع طرق فرعية لكيفية تحضير المراهم بالإنكوربوريشن ميثود. كل دول طريقة تحضير المراهم بالإنكوربوريشن ميثود يعني. طيب سؤال، إزاي بنضيف السوليدز لو احنا عايزين نحضر مراهم فيها سوليد؟ incorporation of solids، incorporation of solids اضافة المواد الصلبة لتحضير مرهم. واحدة واحدة دلوقتي، انا عندي اسباتولا يعني سكين معمولة من الحديد الذي لا يصدى، ستينلس ستيل ديت، بيكون الطرف بتاعها طويل long، كمان عريض برود. البليد ده لونج اند برود بليد. طيب وبعدين ده من وقت للتاني بنقلب بيه، بنقلب بيه. طيب لما احنا بنيجي نقلب، المفروض اي تراكمات هتحصل على هذا البليد، يعني الاسباتولا ديت اي تراكمات هنشيلها باسباتولا تانية أصغر منها. يبقى with stainless steel spatula having long broad blade، من وقت للتاني periodically يعني من وقت للتاني remove the accumulation of ointment، يعني اللي هو البيز، باقي البيز اللي هي من المرام اللي هي هتتركن على هذه الاسباتولا on the large spatula with the smaller one، هنشيلها عن طريق smaller one spatula تانية أصغر منها. طيب
if the components of an ointment react with the metal. يعني سؤال هنا، افرض الاسباتولا دي بتتفاعل مع بعض المواد اللي انا ممكن احطها في المراهم زي الايودين، يبقى يجب في هذه الحاله، في حاله التفاعل بتاع الماده الفعاله مع الاسباتولا ستينلس ستيل، اغير الاسباتولا بدل ما تبقى ستينلس ستيل اخليها رابر، رابر اسباتولا عشان نمنع التفاعل. يبقى in the case of the reaction which occurred between iodine and the steel, you must change the spatula from the steel to rubber. يبقى ده المفروض يحصل عندنا، ده المفروض يحصل عندنا. يبقى دي how we can incorporate the solid material to the ointment base by incorporation method. طيب خطوات إضافة الباودر، الدواء البودرة. أول حاجة هنطحنه كويس قوي. The powder, the component are reduced to fine powders and thoroughly blended in a mortar. يبقى نطحن البودرة كويس قوي قوي ونحطها في المورتر. دي تاني حاجة. A small portion of the powder is mixed with a portion of the base. هنعمل ليفيجيشن دلوقتي، هنخلط البودرة اللي احنا حطيناها في المورتر باي ليفيجيشن، بيتم بحاجتين، يا إما بسائل يا إما بجزء منصهر من البيز. يبقى تاني خطوة إن أنت حطيت الباودر هتعمل لها خلط مع ليفيجيشن للبودرة ديت اللي أنت طحنها باي ليكويد أو باي بورشن أوف دي مولتن بيز. تالت حاجة، ايوه يحصل بقى geometric dilution اذ continued until the particles portions of the powder and the base are combined and thoroughly and uniformly blended. بنبدا بقى نعمل ايه geometrical dilution، يعني اضافه بطريقه هندسيه كده معينه، نبدا نضيف البودره الاكبر ثم الاقل وهكذا. ديت الانكوربوريشن. الليفيجيشن معناها الطحن، الانكوربوريشن الليفيجيشن معناها الطحن. الطحن معناه ان انت بتنعم البودره عشان ما تعملش هيجان للجلد، عشان ما تعملش هيجان للجلد. طيب الفاينل برودكت ماست نوت بي جريتي، ما يبقاش خشن، ما يبقاش خشن، عشان كده بنعمل لها ليفيجيشن. او ميكسينج ذا سوليد ماتيريال ان فيكل ان ويتش ات از انسوليبل تو ميك ذا سموث ديسبرشن. المورتر والبيستل هي المستخدمة. معنى كلامي ايه؟ ان عندك بودرة خشنة ومش بتدوب، يجب ان احنا نطحنها كويس، هنعمل لها فاينالي باودرنج كويس، ننعمها، ننعمها كويس، ننعمها كويس. الطريقة المستخدمة في هذه الحالة هي طريقة المورتر والبيستل، طريقة المورتر والبيستل، يعني طريقة الهون وايد الهون. انت عندك البودره ما كانتش بتدوب الاول، يبقى بالتالي لما تيجي تضيف عليها سائل هتعمل ديسبرشن، يعني هتبقى مشتته، مش ده ماده صلبه مع سائل، سائل مزج. يبقى افتر ليفيجيشن دي ديسبرشن از انكوربوريتد انتو ذا اونتومنت بيز. وبعدين بعد انت ما عملتش ديسبرشن ما بين الماده البودره الصلبه اللي انت طحنها والسائل اللي انت عملت بيه ليفيجيشن، تاخد الايه الميكشر ده كله وتضيفه الى الاونتومنت بيز. يبقى اولا البودرة كويس قوي هتتنعم، تاني حاجة اضيف ليفيجيتنج ايجنت ليها وتعمل ستيرنج، تالت حاجة عندك هذا الديسبرشن لان البودرة مش دايبة هتضيفه الى باقي الاوينتمنت بيس. يبقى دي الطريق الخطوات بتاعة الليفيجيشن. طب انت دلوقتي بتقول لي اعمل ليفيجيشن، طب ليفيجيشن ده هيتم بايه؟ ليفيجيشن هيتم بايه؟ بحاجة من اتنين، one of two، اما mineral oil ده سائل oily. طيب امتى هستخدم المينرال اويل ده؟ هتستخدمه في حالة البودر بتاعتك او البيز بتاعتك لما تكون الوسط الخارجي بتاعها oily. اقول تاني، المينرال اويل can be used in the case of the external face of the ointment base is oily، is oily. يبقى أول سائل يستخدم للليفيجيشن هو المينرال أويل فور بيزس إن ويتش أويلز آر ذا إكسترنال فيس. طيب السائل تاني اللي بيستخدم في هذه الحالة في الليفيجيشن الجليسرين فور بيزس إن ويتش ووتر إز ذا إكسترنال فيس،
يبقى نستخدم المينرال اويل في حالات البيزس اللي فيها اويل خارجيا، ونستخدم الجليسرين في حالات البيزس اللي فيها ميه خارجيا، اللي فيها ميه من الخارج، اللي فيها ميه من الخارج. يبقى سيميلر دي سيميلر ار يوزد، يعني المينرال اويل في حاله الاويل فيس اكسترنالي، والجليسرين في حاله الاكوس فيس اكسترنالي. يبقى ده بنعمل ليفيجيشن بالصوره دي. طيب السوليدز اللي تكون بتدوب في كومن سولفنت، يعني مواد صلبه بتدوب في مذيبات مشتركه، مذيبات مشتركه، يجب ان هذا السائل السولفنت ده الكومن سولفنت لا يؤثر على الاستابيليتي اوف ذا دراج. يبقى يجب ان يكون الكومن سولفنت نوت افكت اون ذا استابيليتي اوف ذا دراج، يعني ما يأثرش على ثبات الدواء، كمان ما يأثرش على كفاءة البرودكت، كمان ما يأثرش على كفاءة البرودكت. يبقى that will affect neither the stability of the drug nor the efficacy of the product may first be dissolved in the solvent زي المية أو زي الألكحول. And the solution added to the ointment base by spatulation أو in mortar and pestle. يبقى ده في سوائل مندوبها في كومن سولفنت زي الميه وزي الكحول في هذه الحاله. وشرط اساسي ان هذه السوائل او هذه السولفنتس لا تؤثر على الاستابيليتي اوف ذا دراج ولا على الافيكاسي اوف ذا برودكت از اول. طيب لما يكون عندي سائل عايز اضيفه استخدم اي طريقه؟ هل طريقه الاسباتيولا والسلاب تنفع؟ لا ما تنفعش. امال ايه اللي ينفع؟ المورتر والبيستل. ليه؟ لان المورتر له جدران، وكمان البيستل مش هتنحفش الكلام ده كله، فانا بستخدم المورتر على اساس ان له جدران هيحوطه على السائل، مش هيسرسب، مش هيحصل له ليكج لخارجيا. لكن البلاطه لو انت مستخدم عليها سائل للتحضير هتتسرسب، يعني هيحصل لها ليكج. بينما يبقى هقول هنا ان في حاله الاديشن اوف ليكويد او الاوينتمنت لما يكون فيه ليكويد استخدم المورتر والبيستل ميثود. طيب حاجه ثانيه مهمه، طيب في حاله الجامي ماتيريال، المواد الصمغيه، زي الكامفر مثلا، هنعمل له بادفرايزيشن ازاي؟ بنيجي ندوبه الكامفر، بندوبه في سولفنت، ندوبه في سولفنت خلاص. ده خلاص الايه الماده بتاعت زي الكامفر ده بقت في سولفنت، ونيجي نفرد هذه الميديكيتد سولفنت او هذا الميديكيتد سولفنت على تايل، يعني حاجه كده زي البلاطه سبريد اوت اون دي بيل تايل. طيب ونعمل الاو، نسمح للسولفنت انه يبخر. Solvent is allowed to evaporate leaving the same film of the material onto which the other ingredients are spread. يبقى انت جبت الجامي ماتيريال دوبتها في solvent، فردت هذا الميديكيتد solvent على تايل، سبت السولفنت يتبخر. السولفنت لما اتبخر، المذيب لما اتبخر ساب لك thin film of that material مفروده على البلاطه، وبعدين الماتيريال is then worked into ingredient by trituration with spatula. بتيجي بقى تعمل trituration للفيلم ده بسباتولا، يعني سكينة، يبقى دلوقتي الجامي ماتيريال كان بي dissolved at solvent، وبعدين بنعمل spread لهذه medicated solvent على السلاب وتسمح بتبخير السولفنت، وبعدين بسباتولا وتيجي تعمل scratch for the film. ده المفروض. طيب انت دلوقتي عايز تضيف ليكويدز، incorporation of liquids they are added to an ointment only after the due consideration of an ointment base capacity to accept the volume required. معنى هذا الكلام ان انت بتضيف ليكويد حسب الحجم بتاع الاوينتمنت بيز، مش اي كلام.
As noted previously, only very small amount of aqueous solution may be incorporated into an oleaginous ointment. يعني انت عايز تضيف سائل مائي لقاعدة oily. هقول تاني. انت عندك aqueous solution او aqueous drug, aqueous liquid drug, عايز تدوبه في oleaginous base. عايز تضيفه. يبقى انت لازم تجيب هذا الاقوى سوليوشن وتضيفه الى هيدروفيليك بيز الاول, يعني بيز تقدر تمص هذا الاقوى دراج سوليوشن. وبعد ما عملت بيكتشر ما بين الهيدروفيليك اوينتمنت بيزس وهذا الاقوى ميديكيتد سوليوشن, تبدا بقى وان فيس تبدا تضيفه الى الاولياجينوس فيس. يبقى كيفيه اضافه الاقوى دراج الأدوية المائية إلى الأوليجينوس بيزس. أولاً الأقوى سوليوشن يضاف أو يتخلط بالهيدروفيليك أوينتمنت بيز. وبعدين بعد كده هتبدأ تضيف هذا الميديكيتد سوليوشن إلى الهيدروفوبيك سوليوشن. الهيدروفوبيك بيز يعني. طيب when it is necessary to add an aqueous preparation to a hydrophobic base, a solution first may be incorporated into minimum amount of hydrophilic base. زي ما قلت يعني لازم تضيف الهيدرو الاكوس فيس الاكوس دراج الى هيدروفيليك بيز, وبعدين تخلط هذا تاخد هذا هذا الميكتشر وبعدين تضيفه الى الهيدروفوبيك بيزس. مش هتفصل. However, all bases, even hydrophilic, have their limits to retain liquid beyond which they become soft or semi-solid. معنى الكلام في هذا السلايد ان كل انواع البيزس لها ليميت. ما تقدرش تضيف حتى على الهيدروفوبيك بيزس كميه كبيره قوي 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 من السوائل لانها هتطريها. وكمان كذلك ما تقدرش تضيف aqueous drug solution liquid الى يبقى معنى كلامنا ان كل بيز لها ليميت في السائل اللي ده هينضاف ليها سواء كان هيدروفيليك او هيدروفوبيك بيزس. الهيدروفيليك لها ليميت اوف اكواس ليكويد دراج, والهيدروفوبيك بيزس برضك لها ليميت اوف هيدرو اويلي دراج. يبقى ده المفروض يراعى في هذه الحاله. نيجي لحاجة أخيرة. الألكوليك سوليوشن أوف سمول فوليوم ماي بي أدد إيزلي تو أوليجينوس فيكل أو إمالشن بيز. يبقى سهل قوي إن أنت تضيف الألكوليك سوليوشن سواء كانت إيه لأوليجينوس بيزس بتقدر ميسيبل أو ميكسابل مع الأوليجينوس بيزس, أو عايز تضيفها الإمالشن بيزس يجوز في هذه الحالة. كده يبقى إحنا خلصنا المحاضرة بتاعة الأوينتمنت بالصورة دي. وبالتوفيق إن شاء الله, والسلام عليكم ورحمة الله.